كيف يعني ساكنه صلاة الشفا كيف؟ ما أعرف أنا يعني لقيت مكتوبة بالدعاء المستجاب صلاة الوتر وصلاة الشفا. أي طيب طيب. قالت إنها قرأت في كتاب الدعاء المستجاب الشفع والوتر. فكانها تسأل ما الشفع والوتر؟ الشفع هو الزوج. فصلاة ركعتين هذه شفع، كل ركعتين يصليها الإنسان فهي شفع لأنها زوج. وليس هناك صلاة تسمى شفع وهي ما يطلق على الركعتين السابقة للوتر، إنما سميت بهذا الاسم وأطلق بعض أهل العلم عليها هذا الاسم لكونها مع الوتر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة الذي ذكرت قبل قال يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. هذه الثلاثة ما كانت مستقلة وهي إما أن يصلي ركعتين ثم ركعة فتكون شفع ووتر، وإما أن يصلي ثلاثا جميعا فيكون قد أوتر بثلاث متصلة، وكلا الصورتين جائز. فالشفع هو صلاة ركعتين والوتر هو صلاة ركعة واحدة أو صلاة خمس أو ثلاث أو ست متصلة أو تسع أو سبع أو تسع متصلة عدد فردي.